والشارع. لا، أنا بالفم الملآن أنا أقول أنني معارض في سوريا، وقلت هذا الكلام. معارض كيف؟ ليس بالطريقة التي يفهمها البعض. وقلت أمام الأوروبيين بأنني أنتمي إلى تيار المعارضة في سوريا، هذا التيار الذي يقوده بشار الأسد. صحيح. مشان نعرف نحن. وبالتالي إذا كنت أنت تقوم بدور معارض من أجل التزاحم على السلطة أو خطف السلطة فأنا لست معك. لكن إذا كنت تزاحمني من أجل قيادة الوطن فأنا سأكون إلى جانبك. وبالتالي ثم عملية هذه عملية الاستقواء والترصد بالتحولات الحاصلة على مستوى العالم والمنطقة، هذه ليست ثقافة معارضة. ثقافة معارضة هو أن تقف وتقول لي أن الدولة أخطأت أو أن السلطة أخطأت في المنطقة الفلانية وأصابت في المنطقة الفلانية. لا توجد سلطة مخطئة في المطلق في العالم. وبالتالي إذا أردنا أن ننشئ كيانا سياسيا حقيقيا، تعالوا نتفق على الثوابت أقل ما في الأمر. صحيح. هل تختلف على ثوابت السوريين؟ إذا كنت تختلف على ثوابت السوريين تريد أن تدخل الأمريكي، سأواجهك حتى يوم القيامة. يعني هذه الكلمة السواء التي نريدها بيننا وبينهم. وبالتالي نحن متفقون في تقديري على الثوابت، وأنا عرضت وأنا عفوا دخلت في حوار مع بعض الأخوة، لا أقول المعارضين يا جماعة، لا أقول، أقول الطرف الآخر. صح. الأخوة الطرف الآخر، لأني في بعض الأحيان أتبنى مقولاتهم. صح. وأنا واحد منهم، وحتى في كلمات تستفز أحيانا. يعني لا بدنا نكون وبالتالي كل من يريد أن يستغل هذا المناخ على أنه حالة استقواء على النظام، وبالتالي يجب أن يذهب هذا النظام بكليته إلى مكان ما ونبقى نحن في السلطة، أنا أقول له نحن غير متفقين. أما حول كافة المسائل الأخرى يمكن أن